بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كريتنا الكومبوننتس الخاصة بينا، هندلناها مفيش مشكلة، وعملنا تيستنج. ادي الهوم، قال لك هوم وركس، بروفايل وركس، سوشيال قال لك سوشيال وركس. نبدأ بقى نشتغل ونحط في كل واحدة من الكومبوننت ديت نحط ايه الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. لو جينا هنا هنلاقي جامب بوتون، هتخش على جامب بوتون هنا تحت هنا اهو، هاخدها ايه كوبي اهي، دي هحطها فين؟ دي خلينا نحطها عندنا، خلينا في الدول عندنا ايه، سيبك من الهيدر، عندنا ركزوا معايا كده، عندي الهوم، عندي البروفايل، عندي السوشيال. حلو، البروفايل حطها فين في البروفايل؟ كنترول ايه كنترول في، نشوف كده، نروح هناك. تمام، ده ايه؟ ده البروفايل اهو، الهوم اهي، البروفايل اهي. تمام، ده البروفايل ظهر بالايه بالمنظر ده. تمام، لو جينا في الهوم، تمام في الهوم ممكن نحط ديت اللي هي ايه، ممكن ناخدها كده ونحطها اهو في الهوم، ونغير نقول له ايه هنا هوم، هوم اي بي بي. تمام، ما فيش مشكلة اهو، نروح هناك، ادي ديت الهوم اهي، هوم اي بي بي، وديت ايه البروفايل. جميل، ممكن في البروفايل برضو اهو نقول له هالو اسلام. تمام، ما فيش مشكلة اهو. نيجي على السوشيال، السوشيال عاوزين تو بوتون، دول اللي هيكون فيهم هنا واحدة بالفيسبوك واحدة بالايه بالجيميل. فانا هاجي هنا هقول له ايه بوتون، تمام مش عاوز بوتون جروب، انا عاوز بوتون بس. ممكن اخد ايه، عاوز اخد البرايمري والسكسس، هناخد اخر ثلاثة هم. تمام، هروح هنا هم، هحطهم فين في السوشيال، هشيل السكندري، هقول له هنا فيسبوك اهو، وهقول له هنا ايه جيميل. جميل جميل، هروح هناك اهو، هلاقي الفيسبوك والجيميل، هعمل انسبكت اهو. خلينا نقول له ايه، هنقول له مارجن 50 بيكسل. تمام، خلينا نزيد تحت ديت شويه، ممكن نقول له مارجن، ممكن نقول له من فوق 50 بيكسل. تمام، من ناحية الايه، من ناحية اليمين مش هتتكتر، ممكن برضو 50. من تحت، من تحت ممكن ايه 50 برضو. من الجنب ممكن نقول 500 بيكسل. تمام، هنخليهم في النص اهو. تمام، ممكن نقول ويتس 100 بيكسل، او ممكن نخلوهم 200 بيكسل. تمام، وممكن نقول له هايت 50 بيكسل بالمنظر ده. تمام، لما احط دول الاثنين الشكل هيكون ايه افضل شويه. ممكن ايه، تمام خلينا ناخد دي اهو كنترول سي، هروح هناك في السي اس اس الخاصه بالسوشيال، هقول له ايه دوت اس او سي، كنترول في، هروح هناك هقول له هنا في الكلاس هقول له اس او سي، وهنا برضه هقول له ايه اس او سي، هروح هناك. تمام، عندي اهو الفيسبوك والجيميل، ممكن بس من تحت ممكن نخليها صفر. تمام، وممكن نزود الويتس بتاعنا اهو، نزوده. حلو، المنظر ده حلو. تمام، ممكن من ناحيه الجنب من عند الايه ممكن نزيد شويه كده تحت كده اهو، ممكن هنا ايه دي من ناحيه ايه خليها 20 ونسيب زي ما هو هنا اهو، فيسبوك وايه وجيميل، الى حد ما الشكل بسيط
احنا مش عاوزين شكل، احنا عاوزين نشتغل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس برضو الشكل ادينا برضو بنظبطه عشان الموضوع يبقى يكون ايه، يكون سلس. حلو، خلصت اهو، ادي فيسبوك وادي جيميل، الموضوع بسيط سهل. نيجي نشوف كده، ادي هوم بروفايل سوشيال، تمام ما فيش اي مشكله. كده يا جماعه احنا خلصنا الفرونت، هنبدا بقى من المره الجايه نشتغل على الاي دي، تمام، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، ونهندل الدنيا ونشوف الداتا ازاي هنجيبها عن طريق الفيسبوك والجيميل، وازاي هنشوف ده كله، ده ان شاء الله المره الجايه. جميل جدا، هروح هناك، تمام، انا هعمل هنا كليك يمين، جيت اد، هقول له في سي اس كوميت، تمام، هقول له برضو الهوم كومبوننت والبروفايل والسوشيال كومبوننت بوت اتش تي ام ال، كوميت كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش، هستنى لما يعمل بوشنج، هروح هناك هعمل ريلود اهو، هلاقي خمسه، هخش هناك هلاقي الدنيا اهي مفيش مشكله وكله تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.